اخو خويا من ولايه عين دفله. الله يبارك، تفضل. عنده 4 شهور وبالحال شي استاذ. واش دار؟ سيد شاكي به وعندنا واحد مثير عليه بالسلاح، مثير على خويا هذا بالسلاح. واحد تير على اخوك بالسلاح؟ ايه تير عليه بالسلاح بالطوموبيل وبالتصاور وكل شيء، دار شي خوات تاعو. كيد راهو برا يدور ودخل خويا راه مداين راهو بالحق. انا والله عندي 4 شهور راني نجري، درت لي زافوكا اللي درتها ما عرفت واش ندير. صح، اخوك واش دار؟ خويا صافي ما دار والو، نورمالمون ما دار والو، ما عنده حتى دليل اللي زعما دار حاجه. والو شوف شوف الاخ، انا 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 ما نحب، اللي يعرفني يعرف بلي انا ما نحبش تاع ما دار والو. يعني كي نقولوا ما دار والو رانا نوصفوا بان الدوله تاعنا راهي تجيب الناس من برا وتدخلهم للحبس. لا راه نقول لك كيفاش هما دايرين له قضيه تاع محاوله الاعتداء ولا ما يسموها. صافي السيد يقول باللي داري وليدي بغا يتعدى، فهمني. ما تقوليش ماذا، قول لي خوك واش دار ولا باش متهم. اذا ما كنتش حاضر انت قول لي. مانيش حاضر. قل لي هم يقولوا والله اعلم، راهم يقولوا انا ما حضرتش. لا لا يقولوا واش يقولوا الدوسي، الدوسي تاع التهمه اللي دايرينها له. واش التهمه؟ التهمه دايرين له محاوله الاغتصاب بالعنف. محاوله الاغتصاب بالعنف؟ ايه. ضد شكون؟ ضد السيد اللي كاين عليه، اللي كاين عليه بالسلاح. نعم. وانت علاش تعتقد بان اخوك ما دار والو؟ كيفاش شو الشيء اللي خلاك تقول هكذا؟ خويا ما دار والو. صلي عندي عليه الصلاة والسلام. نورمالمون نورمالمون انا حتى ما نعرف ودي، انا حتى ما نعرف القانون، يقول لك كل شيء بالأدلة. طبعا. ولا لا يا سيدي الرئيس؟ طبعا طبعا كل شيء بالأدلة طبعا. ما عندهم حتى دليل، ما عندهم نجيب لك الطوشي ولا يجيب لك ربي المحكمة تاع عندنا، ما كان حتى دليل. صح، وانت وشنو هو الدليل باللي خوك ما دار والو؟ انت هو شو الدليل باللي خوك؟ هما ما عندهمش الدليل، ما كانش الدليل. انت وشنو انت وشنو دليلك؟ الدليل تاعك انك تعرف خوك، تعرفه؟ ايه. تعرف خوك؟ نعرفه. خوك تعرفه؟ تعرفه كي يكون معاك؟ ها؟ خوك تعرفه كي يكون معاك؟ كي يكون ايه، نعرفه. انا كي يكون معاك في الطوموبيل ولا يكون معاك في الدار ولا، بصح خوك في علاقاته مع الغير ما تعرفوش. ايه. في علاقاته مع الغير ما تعرفوش. ما نعرفوش. لان كاين ناس تعرفهم كيفاش دايرين، ولما يكونوا في اماكن اخرى مثلا مانيش عارف في اماكن العمل ولا في تجارتهم ولا في علاقتهم مع زوجاتهم ولا، يولي انسان واحد اخر ماهوش الانسان اللي تعرفه. لذلك ما يتسرعش الانسان. يعني انا طبعا انا احيانا كثيره ربما الجواب يكون صارم بعض الشيء، ولكن المنطق والعقل يحتموا علي نهضر بهذه الطريقه. يعني القانون خيرا. القانون لا يجامل، المفروض على الاقل كل الناس واش يحوسوا، يحوسوا على القانون ما يجاملش، هذا هو القانون الذي لا يجامل. واش يحوسوا الناس؟ يحوسوا القانون يطبق على الجميع بدون رحمه. القانون واش كاين تحقيق؟ انا قلت لك ما نصوروش باللي المصالح تاعنا تجيب الناس علاش الانسان هذا تهم خوك وما تهمش واحد اخر؟ لا مش عارف هذا، وصح انت دقيقه استاذ. نعم دوك نجاوبك. شكرا شكرا. إذا كان الوصف جنحي أو لا، إذا كان الوصف جناية تختلف مدة الحبس من فعل إلى فعل، ولكن لا أعتقد بأن هذا الملف من فراغ. يعني أم تتصل تسأل على ابنها، ولا أب يتصل يسأل على الابن تاعه، ولا أخ يسأل الأخ تاعه. الجملة اللي نستنى يقولوها لي كي نقول واش دار يقول لي ما دار والو. يعني كل الناس أبرياء وكل الناس مظلومين وكل الناس على حق، وكل الناس اللي مسجونين مظلومين. يعني كي نخدموها في المنطق ما غير مقبول هذا الامر. قال الاخ تاعي متهم بقضيه والله اعلم. الملف واش راهو يقول؟ راه يقول متهم بالاغتصاب. من بعد كي نروح نطلع الملف كي نجيبك ونحكي لك واش كاين في الملف تبدا تقول لي ما على باليش. ما كانش على بالي. ممكن. ما نتسرعوش. اذا كانت الوقائع خطيره راهو في الحبس. إذا كانت العقوبة تساوي أو أقل من 3 سنوات مدة الحبس هي 4 أشهر ويفوت للمحاكمة. إذا كانت المدة أكثر من 3 سنوات يروح الحبس إلى 8 أشهر ويقدر يروح أكثر إذا كان وصف جناية ربما فيها اختطاف أو حجز، ربما فيها اغتصاب، وربما فيها أمور أخرى. لذلك ما استعجلوش، ما نخليوش العاطفة تغلب القانون، ما نخليوش الأجهزة
اللي تصرف عليها الدولة مرافق وموارد بشرية وتكوين نولي ونمشيها بالعاطفة بدلا عن القانون، حطوا القانون بجهة ونولي ونحكموا بالعاطفة. هذا عنده ثلاث أولاد مسكين لازم نطلقوه، دار جريمة، وهذا مسكين مرته مات يتيم، وهذا كذا وكذا وكذا، والقانون نجمدوه على جال هذه الظروف الاجتماعية. كاين قانون لابد أن يحترم. كل الناس إذا استفتيتهم يقولك نريد حكم القانون كما هو، خلاص خليوا القانون يمشي كما هو. كاين رقابة، حتى الجهة القضائية عندها رقابة، عندكم محامين طبعا يعرفوا القانون ويعرفوا طرق الطعن ويعرفوا طرق الشكوى ويعرفوا طرق إيصال انشغالاتهم إلى الجهات التي تعلو كل جهة. لذلك ما نزربوش مباشرة الأخ تاعي راهو في الحبس عنده 4 أشهر وما بان عليه والو. نعم شوف التهمة تعرف علاش راهو بعد مازال 4 أشهر مازال يزيد التهم ودرجة خطورة التهم التي تتحكم في مدة الحبس المؤقت. يعني هذا بالنسبة لسواك تنتظر انتهاء التحقيق وبعد ذلك المحاكمة. لما ينتهي التحقيق تعرف التهم، بعد أن ينتهي التحقيق راح يدير قاضي التحقيق أمر بالإحالة ويدير التهم، والله يدير أمر إرسال المستندات لما يكون وصف جناية ويدير التهم، وثم تعرف الحقيقة.